ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. مطار الدمام، مطار الملك فهد الدولي، الله يحفظ مطار الملك فهد، الله يحفظ جميع مطارات العالم، الله يحفظ المملكة العربية السعودية، الله يحفظ جميع مناطق العالم. من حبنا لله، من حب كل الناس، قلنا أكبر مشروع وأحلى مشروع نحصل على حب الله ورضاه. كيف؟ كيف نحصل على حب الرضا؟ نظبط النية، إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى، على قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. بعدين لما نظبط النية نحاول نعمل أعمال حسنة، بنية حسنة، نعمل أعمال صالحة بنية حسنة، نصبر على الناس بنية حسنة، نكون من المتقين والمتطهرين بنية حسنة. كل عمل نعمله نيتنا حسنة. اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان. إن الله يحب المحسنين، الله يحب الصابرين، الله يحب المتقين، إن الله يحب المتطهرين. التطهر أنواع والكرم أنواع، أكرمكم عند الله أتقاكم، الإحسان أنواع، الصبر أنواع. من حبنا لله قلنا بنحب كل الناس، بس أكثر شيء بنحبه الله. من حبنا لله الحب الكبير والأعظم والأول والأهم، أهم مشروع، أهم حب، أهم مشروع، أهم استثمار، أكبر فرحة، أكبر نعمة، أكبر نصر، نصر على حب الله ورضاه. كيف؟ قلنا نظبط النية، بعدين نعمل أعمال حسنة، نذكر أن الله يحب المحسنين، الله يحب الصابرين، الله يحب المتقين، الله يحب المتطهرين. نذكر آية القرآن الكريم وكل الكتب السماوية، أن الذين آمنوا وعملوا صالحا فلهم جنات تجري من تحت الأنهار. الذين آمنوا وعملوا صالحا فلا خوف عليهم ولا يحزنون. نحاول نظبط اللي فينا نظبطه. إذا ظبطنا النية احنا قلنا جنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بال أحد. اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان.